تقول السائلة: هل يجوز لمعلمة في مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم أن تفرض على الطالبات جزية دفع مبلغ من المال إذا لم يحفظن اللوح أو الدرس؟ لا، ما يجوز هذا، ما يجوز هذا. العقوبة بالمال، ثم أيضا هل هي يسوغ لها، النظام يسوغ لها أن تفرض على نظام المدرسة؟ ما يسوغ هذا، هذا يرجع إلى المدير وإلى الوزارة وإلى، أما المدرسة ما لها صلاحيات إلا أنها تدرس المادة التي تحفظ الحمد لله، واللي ما تحفظ ما هي مسؤولة عنها، إن حفظت فلها وإن لم تحفظ هذا شيء خسارته عليها هي. نعم.